مختلفة عما شاهدنا في المراحل السابقة. كل مباراة بأهميتها، كل مباراة بمثابة معركة لبلوغ أدوار متقدمة، نصف النهائي وبعد ذلك النهائي وربما اللقب. كل هذه الأشياء سنترقبها وإياكم. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. والآن مع انطلاقة المباراة، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. روبرتو باتشيو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يلعب كرة على اليسار، ينجح في المرور، كرة عرضية، تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. يسيطر على الكرة، تسديدة. تصدي من حارس المرمى، انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. يبعد الكرة إلى بر الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، يستعيد الكرة بسرعة، يلعبها لمنطقة الخطر. قد تكون هذه فرصته. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، قريبة جدا من المرمى.
استلام الكرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطراً على فريقه. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة إلى الأمام. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. كرة طولية إلى الأمام. روبرتو باتشو ويمر أليساندرو ديل بيرو. حلوة جدا هذه اللعبة لكنها لم تكتمل، لم تنتهي بالشباك. لا يزال عندهم شيء ناقص. الكرة للأمام. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يبحث عن المهاجم. كرة تمر بسلام على المدافعين. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. يلعبها طولية. استحواذ وسيطر على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر، بدون قدرة على الاختراق. ديل بييرو. يلعبها ببراءة. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعبوها للأمام. انطلاقة خطيرة. كرة عرضية. يتواصل اللاعب برمية التماس. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. كرة طويلة للأمام.
كرات الكرة، الكرة تصل إليه، يلعبها عرضية، تلعب الكرة إلى الأمام، ديل بييرو، باتشيو، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، روبرتو باتشيو، اوه القائم مرة أخرى، يحرم اللاعب من التسجيل، يبحث عن المهاجم، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ موجود لإبعاد الكرة، لمسة بينية، يلعبها لمنطقة الخطر، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، ويلعب كرة عرضية، فاتت ومرت، وصلت إليه، كرة إلى الأمام، يرسل كرة إلى الأمام، هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة، كرة طولية من الحارس، كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله، يلعبها لمنطقة الخطر، وتسلل آخر، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه بلا صعوبة في قطع هذه الكرة، روبرتو باتشيو، كرة ملعوبة إلى ديل بييرو، يبحث عن المهاجم،
تمريرة جميلة، مرت الكرة بشكل جميل، بإمكانه إبعاد الكرة. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يحاول الكرة تضرب في القائم وترتد، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم. وهذه رمية جانبية، كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يفكر في تمرير الكرة، تمريرة ها هي، الله على روعة الهدف. سيطر الكنترول كان غير عادي، هي السبب الأهم في التسجيل. والآن نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، نتيجة الشوط الأول بالتأكيد لا تسعدهم. الآن سنتأكد من قوة رغبتهم وقدرتهم على التعامل مع المباراة بشكل جيد. هل من عودة في الشوط الثاني؟ لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة أمام الفريق المنهزم. 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. وصلت إليه، يحاول تمريرها من بين المدافع، تسديدة في اتجاه المرمى. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه
سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يلعبها إلى الأمام. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ديل بييرو. الكرة ملعوبة من مسافة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى، وهذه أخطر كرة في المباراة. يلعب كرة على اليسار. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ كرة طويلة للأمام. يلعب كرة طولية. تمريرة طولية إلى الأمام، يبعد الكرة عن المرمى. تسديدة من أول لمسة إلى خارج المرمى. سيستلم هذه التمريرة الطولية. يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. يستعيد الكرة سريعا. تغيير لاعب على الأجناب. فاتت ومرت وصلت إليه، يسدد الكرة. تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير. لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يا
يلعبون ركنية قصيرة. تحكم مذهل بالكرة. الله على اللعبة الجميلة. فرصة للتسديد. هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. تلعب الكرة إلى الأمام. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يحتسب الحكم ركلة حرة. فرصة كبيرة مع تنفيذ هذه الركنية. تسديدة من أول لمسة. حارس المرمى يبعدها بشكل رائع. لا يسدد الكرة. تلعب الكرة جميلة. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء. أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. ما هذه الكرة، ما هذا الجمال، ما هذا الإبداع. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير. الأمر بدأ وكأنهم يلعبون لوحدهم في هذه المباراة. الخصم وضع يثير الشفقة بصراحة اليوم.
ديل بييرو. ضغط قوي وينجح في استعادته. كرة طولية إلى الأمام. ضغط قوي وينجح في استعادته. يلعب رمية التماس. كرة من جهة اليمين. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. باتشيو ينقذها حارس المرمى. سيطرة غير عادية على الكرة. كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. ركنية قصيرة. الله تسديدة. يبعد الكرة إلى بر الأمام. ويستمر في انطلاقته في محاولته. يبعدها بقبضة يده. كرة طولية إلى الأمام. تلعب الكرة إلى الأمام. خلص الكرة ونجح في إبعادها. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. ديل بييرو. يتقدم بقوة بدنية كبيرة. كرة إلى الأمام. يحاول أن يلعب كرة بينية. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من التمريرات بفترة زمنية بسيطة. ديل بييرو يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. قد تكون هذه فرصته. باتشيو ينقذها ببراعة كبيرة. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة، لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. يسيطر على الكرة. تحط والتسديد. ملعوبة قصيرة من روبرتو باتشيو. محاولة تمرير كرة. يلعب كرة داخل الصندوق. كرة مقطوعة بامتياز.
الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، كرة تمر بسلام على المدافعين. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، التدخل وتهدئة الأمور. الكرة في المرمى، يا سلام، هدف في غاية الروعة. سجل هدفان يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. هدف لا نعلم ما إذا كان سيغير الكثير من الأمور في هذه المباراة. هل يعيدهم إلى الواجهة؟ هل ينجحون في العودة؟ هل يفعلونها ويسجلون ريمونتادا عظيمة هذا اليوم؟ أسئلة كثيرة تدور في بالي، ونحن وإياكم نترقب الدقائق القادمة. كرة طولية إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، تصدي غير عادي من الحارس. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. مرت الكرة، تسديدة في اتجاه المرمى. تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. ركنية قصيرة. تحكم مذهل بالكرة. على الطاير، براعة من حارس مرمى كبير جدا. تنطلق الصافرة، تأتي المباراة إذا. سيكون عليهم بذل الكثير من المجهودات في ملعبهم واجتياز هذه المرحلة. هذا ما يحب